مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الرئيس يكشف الأرقام الحقيقية لاقتصاد قوتنا المسلحة، ويؤكد الأنشطة الاقتصادية للجيش تخضع لرقابة المركز للمحاسبات. الخارجية تفسر موقف مصر من قرار وقف الاستيطان. مفاجأة، قاتل السفير الروسي حارب مع جبهة النصرة بعلم أردوغان. وإليكم تفاصيل النشرة. مشروع جديد، فقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أعمال التطوير والتوسعات بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش بالجيزة، وأكد الرئيس على أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية، وأن ما تقوم به القوات المسلحة من مشروعات اقتصادية يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن القومي للشعب المصري، مؤكدا أن نسبة اقتصاد القوات المسلحة لا تتعدى 1.5 إلى 2% فقط من إجمالي حجم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تعمل بمعزل عن القطاع المدني، فهناك ما يقرب من 50,000 من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة. هذا وأكد الرئيس أن جميع الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تخضع لرقابة كاملة ومباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن قيامها بسداد كافة الضرائب المقررة، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا يوجد فرق أو تمييز بين هذه الأنشطة وأنشطة القطاع المدني والخاص. كما أوضح الرئيس أن مصر تحتاج إلى جهود الجميع سواء في القطاع الخاص أو العام، وأن الدولة لا تدخر وسعا في دعم مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص بهدف ضمان مشاركة الجميع في جهود التنمية الشاملة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري بدون تمييز أو محاباة أو مجاملة لأي فرد أو جهة. أنا بقول 1.5 إلى 2% من الاقتصاد، 1.5 الكام؟ ل2%، يعني الاقتصاد اللي 3-4 تريليون الجيش ليه 1.5 تريليون فيه؟ طب ياريت، طب والله ياريت، ياريت ليه؟ لأن الدولة المصرية يبقى ده اقتصادها نص قطاع عام. هو الجيش قطاع عام ولا قطاع خاص؟ قطاع عام يا فندم، مش كده ولا ايه؟ أنا بس بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعه عشان يبقى عندنا كلام نردده ونكرره بكل شفافية وكل قوة. في ردها عن سبب سحب مصر لمشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن، على الرغم من تصويتها لصالح القرار الذي تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس، قالت وزارة الخارجية أن مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور اختيارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طالبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع، مطالبا الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو. وقررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقا، وشجع دول أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت. هذا وتلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا تليفونيا اليوم من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة للعمل على دفع عملية السلام قدما واستئناف المفاوضات. وقدم المسؤول الفلسطيني الشكر خلال الاتصال لمصر على دعمها لقرار مجلس الأمن بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد عريقات الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطيني لرعايتها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها. على جانب آخر، اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار بمثابة توبيخ نادر لإسرائيل، وقالت إنه يعكس الإحباط المتنامي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته باراك أوباما تجاه التوسع الاستيطاني، وهو أمر تعتبره واشنطن عقبة في طريق السلام. وأردوغان يرعى القتلة، حيث كشفت التحقيقات الأولى أن قاتل السفير الروسي أندريا كارلوف حارب سنة 2015 في حلب مع جبهة النصرة الإرهابية بعلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان من المقاتلين الشرسين حسب ما أفادت صحيفة زمان التركية اليوم السبت. وأسهم القاتل مع مقاتلي جبهة النصرة في احتلال الأبنية ومقاتلة الجيش العربي السوري، ويعتقد من خلفيته النفسية أنه قتل عددا من الجنود السوريين وأن رفاقا له قتلوا أيضا، ومنذ ذلك الوقت تغيرت نفسيته وأصبح يعيش في بركة دماء ويرغب دائما بالقتل، ويتحدث أمام رفاقه ويقول سوف أقتل سوف أقتل.
إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.